والله شوف مكانهم مره رهيب، ليش؟ لان الزون عندهم، بس ما ادري اروح ولا لا. والله المفروض اروح يا جماعه، معهم سنايبر. سمعت ان الناس تطور لعبهم ومستواهم في فورتنايت، صح؟ تحسبون اني انا يعني عشان ما نزلتها من زمان تحسبون ان مستواي صفر؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح وبز، رجعنا لكم فورتنايت وبس. يعني والله ما ادري ايش اقول، لكني دائما اتصفق فورتنايت، لكن الحين وقت الانتقام. جايكم اليوم بالمحقق الموجود هذا اللي اسمه حب على الفحم. هو كان اسمي يعني فوق كذا، يعني كنت من الاوائل اللي في فورتنايت، عرفت؟ من زمان يعني قبل ما شو اسمه تنزل اللعبه. بعدين مع الايام يعني عشان ما لعبت كثير نزل اسمي تحت، لكن عادي الحين نرجع المستوى حقنا. هلا والله بالشخصيه الجامده، والله جامد صدقوني يا عيال، توني شاري ترى المعلوميه يعني. طبعا المحقق عشان من اقوى الشخصيات الموجوده لازم ينزل تلتت، لازم. ما قد شوف اضغط مسافه، وين اصبر، مو مسافه هذا، بس اضغط مسافه شوف ما ينزل، لازم تشوف يوم اقرب من تلتت مسافه نزل على طول. يعني شوف انا مالي دخل، هو كذا اللاعب. هلا والله بالسياره. طيب ما اشوف وين انزل انا، والله ما ادري شو، استغفر الله ما اشوف شيء. والله صوتها جامد. اوكي قد شو اسمه جلايدر، عشاني نازل هنا قالوا يلا ننزل كلنا نخرب المقطع حقه. لكن في صندوق هنا في الحديقه، في بامب، هذه بامب ولا سكار؟ هذا سكار. السلام عليكم، وينه في واحد انا شفته بس ما ادري وين راح، شكل غير رايه. شوفه داخل البيت. اوكي ارمي. السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ باقي الثاني. لا اصبر. والله باقي لي طلقه واحده يا اخي. محقق الفله، الاشياء الاساسيه في المحققين انهم ما يئسون، يعني على كثر ما تموت العب مره ثانيه عادي. شوفوا دائما البيت اللي هناك في الزاويه مسحوب عليه. والله تصدقون هذا البيت جامد، اصبر ايش اللي فيه؟ اوه في بيك شيلد، والله شوف يا شباب في بيك شيلد وبمب. انا باخذ الاشياء اللي هنا فوق. طبعا يوم اشرب البيك شيلد يكون في مينيز هنا. والله شوف انا شفتك وانت شفتني. فبستدري كيف؟ الحل الوحيد انك تسوي كذا. طبعا هو طلع فوق انا نزلت تحت. قلم من الذكاء تبادلنا الاماكن بس. السلام عليكم يا خوي. يا طيب انا هنا. قسم بالله العظيم اني هنا. ليه تقفل طيب؟ لا والله شوفني هو! لا اوكي ام ديد. نشوفك على خير ان شاء الله. يلا. يا اخي ما شاء الله حادنا على تلتت. ليه تلتت؟ اكثر مكان ينزلون فيه الناس ومع ذلك انزل له واتصفق. يا اخي روح زي توميتو تاون، اسمها حلو. اوه يا عيال توني ادري انك اذا لفيت يمين ولا يسار يدق اشاره. والله كويس منظم. اوه هلا والله، هذا بمب. هذا وشو؟ لا والله مو الا والله بمب ازرق. جيب صديق. وينه؟ كاني شفت واحد هنا نزل معي. يا اخي تعال، ما في احد يا اخي. لا تصدق انت عاد اذا احد قال لك ما في احد. شبي قاعد يطالع يا اخي، يربكني. لا تطالع، اطلع. طيب كم وين ما طلع رقم؟ ليش؟ اوكي هذول تدري كيف لازم تروح عليهم، مع ان ما عندك شيلد وكذا، بس عادي درع. انت الحياه درع مولي، مع ان اسوء قرار بسويه يا عيال. وات والله انا استاذنك يا الطيب، ودي والله اكمل واتكي معك نلعب، بس عندي اشغال تعرف يا عمي. اوكي متاكد ان دستي هي اللي اذا نزلتها بفوز. في صندوق هنا طبعا، ما في اوه هلا والله في بمب، ما نبغى صندوق خلاص. طف السياره حقتك يا طيب، تعال نجلد الناس. هل نشرب المينيز؟ اشرب يا عمي في النص ما حد يدري. تكفى اطلق بالبمب. والله لما تموت اقسم بالله لما او شيت في ناس جايين. موقت الضحك سبايس. طبعا بيسوي سبام لين اموت. يقولون دستي مكان المحترفين، اذا انت محترف انزل دستي. هلا والله بيك شيلد. اي محترف وينزل على الدرع ويسحب على السلاح، المفروض انه ينزل على السلاح. قفل الباب لا احد يجي. هلا والله بالتاك يا جماعه، ايش سالفه الدروع؟ مضبطيني والله، قايل لكم مكان المحترفين. والله درع بعد زياده، ايش السالفه يا عيال؟ يا عيال درع ثاني ايش فيه؟ يلا عاد كيف اشيله الحين؟ والله اشيله يا عمي مالي دخل. والله ما اخليه. طبعا انا الدروع هذه ما جمعها لي، يعني اذا احد جاء وذبحني بعد شوي يعني معروف انه بيذبحني بياخذها عشان يدعي لي بعدين. لاما يا عيال لاما، ايش السالفه يا ولد؟ ايش السالفه؟ ثلاث دروع ولاما، اقسم بالله لما افوز الحين استغفر الله، يعني ما ادري ايش اقول. وخر وخر يا الطيب، لا تخرب علينا. لا نضرب عادي ما احتاج. هلا والله باللاما الجامد والله. شوف يقولون ان
اللامز ما عاد صارت زي قبل، يعني ما عاد تعطيك زي قبل اشياء جامده. تدرون عندي خطه والله، شوف حط فخ هنا عشان اللي يجي يتحمس يعني. لا طبعا 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 طبعا، ليه 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 يصيب صالح من اول ضربه؟ ليه ما يصيب؟ طبعا بيصكني بار بي جي الحين. شفت واحد ثاني هناك جاي الزبده، لو سمحت لا تجي يا اخي، توني مخلص فايت يا اخي، سلامات. المفروض يعطونك بريك كذا قبل ما حد يجي عليك درع. يقلعون الاسلحه والحظ. هلا والله بدرع ثاني يا شباب، والله في شيء في اللعبه. هذا هنا ولا وين؟ ما ادري وينه، اتوقع انه في البرج اللي فوق. يا اخي حرام حرام، طيب الفخ ليه ما ذبحه؟ باي باك يا حبيبي باي باك. هلا والله بالزرفه، والله زرفت ذبحه يا ولد، الحين بينقهر. شفت زوي هناك على اليسار بس ما ادري وين راح. هنا في واحد بعد، اصبر اصبر خلي يحس بالامان بعدين اذبحه، عرفت؟ ايوه زوي شوف هناك يا اخي، ابغى اذبح زوي. ايش تبي انت؟ ليه القافة؟ كتجارد تجارد يا عيال، انا مالي دخل. تدري؟ والله لا اروح. والله شوف يعني صراحة انا ما كنت ابغاها كذا، هذا اللي صار. يعطيكم العافية والله على حسن تعاونكم. والله يعني شوف الله يا عيال ما ادري ايش فيني، الزبده صاير قوي بالغلط طبعا. والله شكل واحد لاقي لامه، شوف المورد حقتي 500 وما ادري كم. سلامات، شفت الحجاره يا طيب. اوكي يا عيال اشوف واحد، خلينا ناخذ بوزيشن كويس بعدين. حظك البوزيشن هذا كويس تسميه. اوكي اوكي لا بس لا بس، فقع وجهي بالسكار حسبي الله. والله ما كان ايش كان يستخدم، ما كان يستخدم سكار صح؟ من هذا اللي يتحرش؟ هلا والله هلا والله بالايزي كل ايزي كل. اوكي ليش تحرشت فيه وانا برا الزون؟ يعطيك العافيه والله، بس انك انت امزح معك عادي تسمح لي؟ اوكي اتوقع انه ما يسمح، معصب الولد. اوه في ناس هناك يتجالدون، ليش الشوت جان اللي جت فيه؟ اوكي في الحاله هذه لازم تحمي نفسك وتنسحب من المكان هذا، لأن مكان جدا سيء، لأنك ما تدري هل في ناس جايين من وراك ولا لا، فأفضل شيء تسويه إنك تحمي نفسك كذا بعدين تدور. أوكي ما في أحد، بنفس الحال حط رجلك. يا عيال في لامة هناك تشوفون؟ وات؟ ليه ما حد خذها؟ والله صاروا يتغلون على اللامز، في واحد يطلق عليه بسنايبر برضه من هناك. يمديني أطيحهم؟ لا والله ما يمديني. طلقات ما توصل أصلاً. قاعدين يتجلدون هناك وانا تاكي هنا. والله شوف مكانهم مره رهيب، ليش؟ لان الزون عندهم، بس ما ادري اروح ولا لا. والله المفروض اروح يا جماعه، معهم سنايبر. لا لا ما ينفع ما ينفع، من جهتين. تعال جهه واحده جهه واحده يا عيال. يعطيك العافية والله، نايس بلاين وذ يو ماي فريند. والله العظيم ما ادري كيف ذبحتك بس الحمد لله يعني. الزوم بدا يمشي، انا راجع هنا ليش؟ انا راجع هنا، اي صح كان فاير والاغراض هذه الجامدة. اوكي باقي ثلاثة. باقي اثنين، انا واحد. شباب باقي انا واحد بس. تكفى انه مو بهناك، تكفى يا رب يا رب انه مو بهناك. يا رب يا رب يا رب. يقلع ام الحظ، يقلع ام الحظ، شوف الزون عنده. ليش؟ خلوني افوز يا جماعة. مو عنده ما ادري قدام شوي. ما يمدي نطلع له يا اخي، مكانه مرة خرافي. كاني شفته. يا بشافري بعدو. هلا والله بالهيد شوت الجامد. عندنا على الاقل طلع له شوي. والله شوفه هو فكر حلو اني اطلع له وغبيه في نفس الوقت. لا هذا اللي ناقص والله. هذا اللي كان ناقص يا عمي.
احسن شيء سووه انهم حطوا الار بي جي لها ليميت، فخله بيطفش بيخلص الرصاص حقه. طبعا ولا طلقه تصيب عادي. يا عمي كم طلقه ذا؟ والله فوز فوز جيد، لا بس لا بس يعني الحمد لله من زمان ما فزت ترى يعني. فبس هذا اللي كان عند اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، حط لايك اذا عجبك المقطع، ديسلايك اذا ما عجبك المقطع، واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.